لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. والأخوات ديالك لبقي ما تزوجوش، فربي لا يعجزه أنه يعطي لكل فتاة زوجا صالحا، سبحانه وتعالى قادر، لا يعجزه أنه يختار لها واحد الزوج يكون صالح مصلح ويسخر الأسباب ويقوده ويسوقه إليها سوقا، قادر سبحانه وتعالى. أهل الله قال لك البنت اللي بغى تزوج وخي يكون عند المانع وخي يكون عند العكوسات كتبقى تقول الدعاء ديال التوحيد، اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لا صاحبة له ولا ولد أرزقني صاحبة وولد. إلا كان ذكر كيقول أرزقني صاحبة وولد، وإلا كانت فتاة كتقول أرزقني صاحبا وولد. يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لا صاحبة له ولا ولد أرزقني صاحبا وولد، وبقى تقولها وتعودها، وربي عز وجل غادي يختار إلا كان ذكر غادي يعطي صاحبة وبها أولاد تنجب له الأولاد، وإلا كانت فتاة غيختار لها رجل صالح ويرزقها من أولاد وغادي يكون بالرزق الوفير ديالهم. فأسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد للا عيشة السادة المستمعين، الله يجازيكم بألف خير. أختكم للا عيشة بغت منكم واحد دعوة ديال الخير، اللهم شافيها وعافيها، اللهم ارزقها الذرية الطيبة وبشرها بحمل قريب، ارزقها يا ربي التوأم الذكر والأنثى ويكونوا كامل الأوصاف سالمين من العيوب. اللهم يا ربي وأسعد أخواتها بالأزواج الصالحين والذرية الطيبة وأزل عنهن الموانع والعكوسات، اللهم أسعد قلوبهن عاجلا غير آجل يا ربي، وكل من قال آمين أرزقه مثل ذلك وزيادة. والشريف اللي مرض في رجله الله يشافيه، الله يجبر لي العظم دياله، الله يقويه، اللهم شافي منا كل مريض وشافي منا كل سقيم وشافي منا كل عليل، إنك سميع قريب مجيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم السيدة ياسمين أمي ساقل. مشرفين لله. شرف لي، الله يرحم الوالدين. أنا ما كنتشوفش. ليلة هيد الله. ما كنتشوفش وأنا يعني ما عنديش يما وما عنديش يعني الوالدين ماتوا الله يرحمهم، ويعني كان عاني واحد الظروف صعيبة يعني كنطلب شي مساعدة. يا ربي يا بنتي، يا ربي يا ياسمينة، يا ربي بإذن الله. ياسمينة بنتي، واش عمرك دخلتي للقناة اللي مكلفة بالمكفوفين؟ لا عمرني، لأن احنا كانوا كيجوا عندنا عدد كبير ديال المكفوفين وقلنا باش نتعاونوا بعضياتنا باش يكون سهل التواصل مع اللي محتاج للمساعدة أنه كينتمي لهاد القناة. والطريقة نعم. بسيطة، إلى عندك هاتف نقال ذكي ولا عند شي واحد يكتب في محرك البحث في اليوتيوب، يكتب قناة هلال للمكفوفين أو شجرة أمل للمكفوفين، غتخرج ديال القناة وغادي يلقى تمايا واحد الرقم ديال واحد السيد هو المدير المسير، أخونا جواد راه مكفوف ومسكين بدا كيفقد حتى السمع، رجل فاضل وخدوم، وغادي يقول لك غديري لنا واحد الفيديو صغير في ثلاث دقائق تعرفي بنفسك أنا ياسمينة من إساقن يتيمة الأم والأب وعندي ظروف صحية، عندي ظروف كذا ومحتاجة للمساعدة، وكديري إلا كان شي ملف طبي وكتباني بأنك فعلا مكفوفة أو شي وثائق هكذا إثباتات، والرقم الهاتفي، وإن شاء الله تعالى راه كيتصلوا الناس من داخل المغرب وخارج المغرب كيتصلوا بالمعني بالأمر، غتكتبي معاناة ياسمينة من الساكن وغيتواصلوا معك إن شاء الله. وأخ جواد هو كيرتب الاتصالات، واللي ما اتصل به حتى واحد راه الاخ جواد هو كيقوم بواحد العمليه ديال اعاده الترتيب من جديد، ولحد الساعه راه معظم الشباب والشابات المكفوفين المكفوفات راهم الحمد لله كيتلقاو بعض المساعدات دوريه من هنا وهنا وهناك، وربي كيكرمهم ربي كيسترهم. الله يرحم الوالدين. بغيت نقول لك دابا يعني ديك النمره ديك السيد يعني ما فهمت يعني خصك تعطيها لي. لا غادي غير تدخلي للقناه غتلقاي مكتوبه هي الاولى على الصفحه، في الاول ديال الصفحه غتلقاي جواد. نعم غتلقاي الرقم ديالو، راه كيسمع فينا دابا الان، راه كيتابعنا يوميا، غتلقاي الاسم ديالو
وغتقول لي بغيت نصوب عندك الفيديو غيقول لك مرحبا رجل طيب رجل خدوم، غادي يقول لك التقنيه اللي غتصوب بها ولا ما عرفتيش. راه مسكين هو كيتنقل من المدينه للمدينه وكيدي معاه مصور وكيصور، ومن بعد كيدير الرقم الهاتفي. وانا ذاك الناس كيتواصلوا، كاين اهل الخير، كاين الناس اللي كيبغوا يساعدوا الضعفاء والمساكين خصوصا اللي هما عندهم احتياجات خاصه وكيكون مقطوع من شجره وما عنده حتى شي مدخول وغير قادر على الانتاج، هادو كيكونوا اولى من غيرهم. فكيتواصل معاه وكيقدم لي واحد المساعده. كاين الناس من داخل ارض الوطن، وكاين بعض المغاربه هم من خارج ارض الوطن، وربي كيسهل خصوصا في موسم الزكاه. موسم الزكاه الناس كيقلبوا على زكواتهم اين يضعونها في المكان المناسب، وكيوزعوا على هاد الناس، وكيقول واحد فيهم كياخذ النصيب ديالو. وخصوصا هما ما استفدوش من الدعم الاجتماعي، لان عندهم المؤشر طالع وشعروا في الاول بالقلق، ولكن ربي يفتح لهم هذا الباب. ابواب الخير كثيره، وان شاء الله تكوني واحده من هؤلاء، تستافدي ان شاء الله وتعيشي بسلام. واكثر من هذا غديري صدقات ملي غتنتمي لهذه الشجره ديال الامل للمكفوفين، غتعرفي على واحد العشرات ان لم يكن المئات جميع المكفوفين والمكفوفات اللي هما في المغرب، بل وحتى اللي عندهم اعاقه حركيه. كاينه واحد القناه اخرى هي موازيه سميتها قناه نور للمعاقين ديال السي محمد من الخميسات، كيتجمعوا كلهم كيبداو في الاول بتحفيظ القران، كيحفظوا القران بعضياتهم، وبعد ذلك كيبداو يقراوا بعض المبادئ ديال الفقه وديال الدين. لماذا؟ لان من اراد الله به خيرا فقهه في الدين، اللي بغى به الله الخير كيتفقه في الدين. وفي الغالب كيكونوا هذه الفئه من ابناء الوطن لم يستفيدوا من التعليم، واحسن تعليم اللي ممكن يستفدوا منه هو علوم الدين، ما غيبقاش علوم الطب او الهندسه او الميكانيكا او الاقتصاد. العلم اللي هو ضروري يقراه الانسان وعلوم الدين، كيقراوا بعض المبادئ في الفقه، وكيقراوا تحفيظ القران الكريم، وتحفيظ بعض الاحاديث النبويه الشريفه، وبعض القضايا في السيره النبويه، ثم بعض الادعيه كيحفظوها، وكيبقوا يتعاونون فيما بينهم، وكيكون اي واحد فيهم وقع عليه شي حدث سعيد كيهنئوه وكيبشروه وكيباركوا ليه، الى قدر الله وقع عليه شي حدث مؤلم كيواسيه ويعزيه وياخذوا بيديه خوت ولات واحد الاخوه. وكاين اللي هو وحيد ما عنده مع من يتكلم، حتى واحد ما مسالي ليه، فكيلقاو هاد الاخوه بعضياتهم كيسولوا فيهم وكيحاولوا ما امكن انهم يدخلوا الفرحه الى قلوبهم، وكيكون هذا التضامن والتكافل. فنطلب الله تعالى، الله يحبب فيك خلقه، وان شاء الله تعالى تلقي المساعده الممكنه. راه كاين اهل الله كيساعدوا، وكاين اللي ربما يجي لعندك حتى المقر فين السكن ديالك ويقول لك اش خاصك. وشحال من واحد الحمد لله قدموا لي يد المساعده، ودابا ولا عايش في حياه طيبه مباركه. الله يفتح لك باب الرزق، الله يفتح لك باب العطاء، الله يفتح لك باب الخير. اللهم امين، اللهم امين يا اكرم الاكرمين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.